عيش بدمه ما بيطلع للكل. عيش وقلبك راضي وانسى الماضي وخلي الامل يضل. واحد فينا همه بيمشي بدمه ما بيطلع للكل. عيش وقلبك راضي وانسى الماضي وخلي الامل يضل. لا تزعل على شي قدرك رح يبقى يمشي. خلي ايمانك بالله كبير ولا تنسى هالشي. مشكلتك بعمرك لا تزعل على راح ودربك رح تبقى تكفي وبالصبر بيرجع كل شي. لا تزعل على شي قدرك رح يبقى يمشي. خلي إيمانك بالله كبير ولا تنسى هالشي. مشكلتك بتحل بعمرك لا تزعل على راح ودربك رح تبقى تكفي وبالصبر كل شيء بالدنيا يمكن تمرق لحظة تحرق قلبك وتخلي تخسر أغلى ناسك يكبر جرحك يبقى عايش فيه. الدنيا يمكن تمرق لحظة تحرق قلبك وتخلي تخسر أغلى ناسك يكبر جرحك يبقى عايش فيه. لا تزعل على شي قدرك رح يبقى يمشي. خلي إيمانك بالله كبير ولا تنسى هالشي. مشكلتك بتحل بعمرك لا تزعل على راح ودربك رح تبقى تكفي وبالصبر بيرجع كل شي. لا تزعل على شي قدرك رح يبقى يمشي. خلي إيمانك بالله كبير ولا تنسى هالشي. مشكلتك بتحل بعمرك لا تزعل على راح ودربك رح تبقى تكفي وبالصبر بيرجع كل شيء. إيمانك بالله كبير ولا تنسى هالشيء. بس والله منظر صبحي يا معلم بيقطع القلب. وشه مصفر وعم يعرج وحالته حالي. تقول كان عم يفك خناقه بين اكتشي وحمير. لك منيح اللي ما راح بين الاجرين. هو هيك عاله ترى للي بس بيزبط. بيتعلم. هذا الحساب عرفت شيء. ابو كارم يا افندي طوله جناحاته كثير ولازمهم قصقصه. انت شو بقصد من كلامك مختار؟ شو بقصد؟ ليكو عم يطلب التعيين مختار تاني بدالي. الله يستر يا افندي. الله يستر ما يطالب بيزباشي تاني للكركون بدل جنابك. امان جانب امان. ابو كارم يطلب يزباشي بدل حضرتنا؟ مو بعيدة لانه متضايق منا وعم يحكي عليك اشكال الوان. انت شو عم بيقول مختار؟ ابو كارم يحكي عن حضرتنا؟ وشو بيقول عن حضرتنا؟ سمعته اكثر من مره عم يحكي عليك انه انت ما خرجت تكون رئيس كراكون. وعدم المؤاخذه انك واحد بالله موتي وبتحب المصاري. شو بدي احكي لاحكي؟ حكى كثير. بس انا قلت له شوفي ابو كارم عيب عليك. هذا اليوزباشي ما في منه بالشعب كلياتها. تشكرت ابو ادهم تشكرت. على شو عم تتشكرني؟ انا عم بحكي الحق. بس ابو كارم ماله صاحب بنوب. بنوب؟ انا رح قصقص جناحاته هذا ابو كارم يحكي عن حضرتنا. لك لا تهز بدنك يا افندي ما بيطلع من امره شيء دخيله. حسابات عسيرات ابو كارم حسابات عسيرات. عم بشتغل فيني انا يوزباشي بولانت افندي بسيطة. علين سمعت لك ابو فهمي عم يحكي بالحاره انه فوزي ابن ابو فوزي بده يتجوز. يتجوز الله يستر له. يعني عيني وراسي يعني الله ييسر له. بس الفكره مين بده يتجوز؟ مين؟
بنته لابو كارم. سيدي ما دخلنا. شو في يا معلمي؟ يعني خلي المخلوقة تستر بعد ما طلع أدهم ابن المختار. هلا أين من السيدة صبحي؟ بأمرك معلمي، بس الفكرة إنه أبو كارم طايش حجر المختار وراح لعند ولاد أفدي مشان يقدم شكوى. وشو هي الشكوى صبحي؟ أبو كارم طلب من رئيس الكراكون إنه يغير المختار ويجيب مختار بداله. شو هالحكي؟ ورضي بولاند أفندي؟ المعلوم رضي يا معلم. شو نسيان إنه أبو كارم صاحب مع رئيس الكراكون؟ ليش ليشتكي أبو كارم على المختار؟ ما دام بيعرف إنه بولاند أفندي ما راح يرد عليه. لك ما هذا عم بحكي من الصبح. مشان هيك أبو كارم واصل معه لعند الشيطان الرجيم. إي معه حق أبو كارم يزعل من المختار. ليش بقى أبو رشيد؟ اولا لانه ابنه طلق بنته قدام زباين الحمام، وهي كبيره كبيره كثيرها. اي والله هي كبيره. ايوه. وثانيا لانه ابو كارم متبهدل من قفصة الزيت من اهل حارته رئيس الكراكون. إيه كمان ابو ادهم كان شريكه لابو كارم. ايه بس شيطاني بيعزله لابو ادهم. كبيره كبيره كثيره هي. إيه لا كبيره ولا صغيره يا ابو شاكر. شو يعني اذا تغير المختار؟ هات ابو راشد اللي بشوف فاد هو اهل الحارة، ما بكفي انه كذاب منافق. ليش هيك عم تحكي عنه؟ يعني هو وعدك بشيء وكذب عليك؟ هو اللي طالع اشاعة على ابني راشد انه مات بحرب البلقان. شو هالحكي؟ على حد علمي الجماعة من السرايا هن اللي بلغوا بهالشيء. لا مو صحيح هالحكي، هذا الكلام ما كان عليه اثبات، ولما واجهته للمختار قال لي انه اجاه الخبر شفهي ونسي مين اللي قال له. صور. وشو له مصلحة يطالع هيك إشاعة عن ابنك راشد؟ مشان يجوز بنت أبو كارم لابنه أدهم، لأنه مثل ما بتعرفوا كان ابني راشد خاطبها قبل ما ياخذوه لحرب البلقان. شو المختار ها؟ إي والله طلع بلمة مصبرة. مشان هيك لازم نطالب بتعيين مختار جديد بدل أبو أدهم للحارة. إي شو عليه؟ منطالب. بس يا مختار أنتوا أهل وحبايب ونسايب وفي بيناتكم عشرة عمر. لك اخي ابو فوزي شو بدي احكي لاحكي؟ ابو كارم واحد ما بيتعاشر بنوب، لك يا حيط الخبز بالملح اللي بيناتنا بس، بتعرف؟ لك منيح اللي ابني طلق بنته، بالناقص من هيك نسب. ايش البنت في عليها شيء؟ الله يستر على اللي بيستر عمي. يعني صحيح مثل ما عم يقولوا انه راشد ضل وراها لخرب لها بيتها للبنت؟ شو بنا ابو فوزي؟ قلنا لك الله يستر على اللي بيستر. والله عم تحكي مزبوط يا مختار، الله يستر على اللي بيستر. لك انا ابو كارم يروح يشتكي عني للكركون؟ مشان موضوع الزيت مو؟ لا مو مشان هيك، بعدين مشان موضوع الزيتات، هو مسؤول عنه، أنا ما دخلني. بس أنا اللي بعرفه إنه أنت شريك معه بالنص. مزبوط الحكي، لك يا ريتني ما شاركته، يا ريت. إي والله. عمي تاجر الزيت إجا لعندي على المضافة، وعرض علي إني بيع له الزيتات. أنا ما بعرفه لهذا التاجر، لا من قريب ولا من بعيد. إيه، وبعدين؟ رحت قلت له لأبو كارم على الزيتات، ما كذب خبر، إجا وفحصهم تنكة تنكة. وشلون ما عرف انه الزيتات مضروبين؟ غشيم وما بيفهم الزيت، على الحارك راح لعند التاجر واشترى منه زيتات. انا مسؤول عن هالحكي شيء؟ لا ابدا، انت مالك مسؤول مختار. لك يا ابو فوزي، انا كان قصدي منفعته، منفعته بس. لك ليش وراح اشتكى عليك لرئيس الكراكون؟ راح اشتكى؟ لك مو بس هيك يا ابو فوزي، راح بده يطلب مختار بدالي. شو هالحكي؟ هلا ابو كاري بده يبدله؟ مثل ما عم اقول لك يا ابو فوزي، هلا انا ما عدت انفع لاهل حارتي؟ لك انا اللي فنيت عمري كله لاهل الحاره، شو بها؟ اعوذ بالله، شو هالحكي اللي عم تحكيه يا مختار؟ والله انت ما في منك، وابو كارم ما له حق بنوب بالحكي اللي عم يحكيه، اساسا ما حدا بيقبل فيه بالحاره. لسه بتقول لي اهله لسايد يا ابو فوزي، لك يضرب هو وهيك نسبه، لك البعد عنه ارحم هذا البني ادم، المنيحه ما بتبين معه بنوب بنوب. والله انا كان قصدي يعني يكون محضر خير بيناتكم. لانك اصيل وبتفهم بالاصول، اسمع اخي يا فوزي، اسمع مني وبعد عنه، مشان ما يلومك وجع راس. تأمر مختار. عم تحكي مدوزة. أهلين أبو فوزي. أهلين أبو أدهم. تفضل. وأبو راشد حاطط براسه إنه بده يغير المختار أبو أدهم. شو الحكي يا وجهه؟ والله حقودها. مثل ما عم بقول لك، أنا هي جيتي من الخان، وكان هو والحلاق ورجال الحارة عم يحكوا انه لازم يتغير المختار ابو ادهم. ما فهمتك يا ابو راشد، بدي روح على السرايا لما لعند مراد افندي. لا والله يا عمي ابو كريم ما فهمت، انا دشرتهم لما سمعت وجيت لعندك لخبرك دغري على حالك. ابي عليك سيك، حط لي القرشين بعباخوت. الله يسلم هدياتك. على حالك، بتروح على الخال.
تفهم لي منهم شو بدهم يسوي، وبزت لك كربتين قدام ابو راشد على ابو ادهم، خليه يحط براسه اكثر انه يشيله من المخترة. مشي مع المي، مشي لعيونك. الله يعطيك العافية. الله يخليني اياك. ايه بترجع بسرعة. امرك معلم، شو بسمع بجي بخبرك. لا تقف مغياب. لا معلم بدك شيء. السلام عليكم. ترجع بكمل كاسة الشاي. تأمر الله معك. منيحة أيوة. كتير منيحة وخبرية كتير حلوة. وشلون نطالب تغيير مختار؟ بدنا نروح كلاتنا على الكراكون. لك شلون نروح كلاتنا على الكراكون يا ابن مستور؟ منجيب ورقة ونكتب المعروض وبيبصم عليه من أهل الحارة اللي بده. باخذ المعروض لعند بولندا فندي وبشرح له اياه، واذا حسيته بدي يمشي فيه هيك ولا هيك بسحبه منه وبروح بذات نفسي على السرايا وبشرح له اياه وبسلم له اياه. ايه شو عليه؟ هات المعروض وانا اول واحد بفصل. خلاص صبحي عيونه جيب شاي. يا على عيني وراسي فورا. يلا كلياتنا معلم ناشد. شو بك بدي اياه؟ احكي ما تحكي، شو هالخبر الضروري والمهم اللي بدك تقول لي اياه؟ ابو راشد مختار. شو بوقف بطيخ؟ ابو راشد كتب عريضه وعم بيوقع عليها كل اهل الحاره. عريضه شو؟ اللي خلصني. قال بده يستلم المخترة بدالك. شو؟ شو عم تقول لك ابو دياب؟ ومين قال لك هالحكي؟ انا كنت بالخان وكان ابو راشد عم يحكي هو واهل الحاره انه بده يرجع المخترة لانه من حقه. شي حلو والله. وشلون صارت عبارة؟ ليش ابو راشد كان مختار قبلي وانا شلحته المخترة؟ قال المخترة كانت لابو جده. مظبوط هالحكي مختار؟ اه ايه مظبوط. سلموا المخترة ليرجع ابونا جدي من الحج. اه يعني هي مو الهم؟ لا لا، ولا لهم علاقة بنوب. نحن ورثناها للمخترة ابا عن جد. بدي اياك تعرف مين وقع من اهل الحارة ومين ما وقع. ليش مختار؟ منشان اللي وقع يا بدي اعرف شغلي معه، واللي ما وقع منشان رد له اياها وادعمه فوق بالسرايا. صار مختار لعيونك، وانا رح اعرف لك اللي وقع من اللي ما وقع. وبتجي لعندي على الحارق لهون بتخبرني. مشي. اسمع عبدي، انا رح بعمل عريضه تسكير الخان وبتقليعه ابو راشد من كل الحاره، وبدي اياك تلف على كل الحاره واحد واحد وتاخذ توقيعهم. عم تفهم؟ انا؟ انت ايه؟ شو بك عبدي؟ خايف من ابو راشد؟ اعوذ بالله. قال خايف؟ قال انت بتعرف مختار انه انا ما بخاف غير من اللي خلقني. هذا عشمي فيك يا عبدي. أنا ما رح أنساك بنوب، نوب رح أنسى تعبك معي. لعيونك مختار، لعيونك. 15 كاسة قهوة. وهي أحلى كاسة شاي للمعلم أبو راشد. لك الله يسلم هالإيدين يا صبحي. الله يسلمك إلهي، معلمين، مظبوط اللي عم يحكوا العالة؟ شو عم يحكوا؟ إنه أنت بدك تسلم المخترة؟ وياك وشو بدك فيهم؟ بعدين تعال لك، ما بيطلع علي؟ ما بيطلع لك؟ ايه علي الحلال بيطلع لك تقعد بهدال الوالي بذات نفسه. الله يخلي لي اياك يا صبحي. ايه بس الخان. شو الخان؟ يعني بدك تجيب المضافه تحطها هون؟ هلا لوقتها الله بيفرجها. يعني بسلم الخان لراشد ونتصرف فيه. ايه صح مظبوط في راشد لك مظبوط حقك. 13 بابونيش. معلمي هي غرفة هون. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. والله انا بدي انزل عندكم هون، بدي اوضه. اهلا وسهلا فيك. ممكن كوشانك لو سمحت؟ ايش ضروري الكوشان؟ طبعا ضروري، هيك اوامر الكراكون. كل زبون بينزل عنا لازم نحط المعلومات عنه بهذا السجل. والله انا ماني حامل كوشان. وشلون ماشي بدون كوشان؟ ليه مالك مطالع واحد؟ لا انا مطالع واحد بس هذا يمكن نسيانه بالشغل. روح جيبه تعال. يلا يا معلم، انا مشواري بعيد، يما رحت ورجعت تكون عتمت العين. بعدين انا بدي نام عندك بس ليله وحده. اخي حتى لو كان الساعه وحده ما بقدر اجرك الاوضه بدون كوشانك. لازم نسجل المعلومات هون عنا بالسجل، هيك اوامر الكراكون. سمعان معلم؟ معيتك تدبرك، يعني ما انا محرزه يا اخي. بدون الكوشان ما بقدر اجرك اوضه. انت ما عم تفهم عربي؟ لا بلا بفهم عربي بس ما عم، يعني ما عم بعرف وين حطيته الكوشان. دور عليه منيح بجيوبك بلكي لقيته. اخر مره شفته بالدرج بتذكر اني شفته. لا ليكو ليكو. ها ها يلا شف.
ايوه. اسمك معتز؟ ايه. ابن احمد الفاطمي. احمد الفاطمي. هلا. مسي كيك ما شاء الله. اهلا وسهلا فيك. صبحي. مرني. ودي على الغدا تبعه يلا. يا على عيني وراس معلم. شرف شرفك انهم شرفوا. الله يسلمك. لا خلاص. عالم بصمات وعالم ما بصمات. نحن بكفوه؟ لا والله يا ابني ما بكفوه. بس ماشي الحال احسن من بلا. شرفك يا شرف. هاي هي الغرفة شرخة وبرحة وضاوية. اي والله الله يسلم دياتك. الله يسلمك لعيب عليك. اي شيء بتعتازه بالليل بالنهار بس انت صبحي بتلاقيني عم دار. على راسي عم صبحي على عيني وراسي. يلا بالاذن سلام عليكم. الله معك. الله معك. ليش هيك عملت؟ ليش هيك سويت بحالي؟ على كل الاحوال راح اخذ هالمعروض على الكراكون لعند بولاند افندي وشوف شو بيطلع من امره. طيب يا بركي رئيس الكراكون مرضين. اي ساعتها بسحبه منه وبروح بذات نفسي لعند عزو باشا عالسراي. لك لحتى يعرف المختار ورئيس الكراكون انه مو كل طير بتاكل لحمه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. تشكرات يا برشيد تشكرات. أهلا وسهلا فيك. الله يخليك. مع السلامة. الله يسلمك. يا أهلين يا أهلين بولاند أفندي ابن حلال. أنا بشوي كنا بسيرتك. بالخير يا برشيد. أي أكيد خير ولو أهلا وسهلا. خير يا برشيد. بشو كان عم يحكي عن حاضرتنا؟ في معروض من اهل الحاره موقعين وباصمين عليه ولازم ادن لك اياه. معروض؟ معروض بخصوص شو يا براشد؟ بخصوص تغيير مختار الحاره. تغيير مختار الحاره؟ اي نعم تغيير مختار الحاره يعني ابو ادهم. وهي المعروض تفضل. أبو راشد هذا عدد ما بكفي. ماشي الحال بنزيد وسيدنا لأنه في ناس لسه ما بصمت. تمام تمام أبو راشد. بس يكمل عدد قدم معروض لحاضرتنا نحن بنقدم للسرايا. إيه كمان بيصير. تمام تمام أبو راشد. المهم هلق لأنه لازم يشوف سجلات زباين هون بالخيمة. إيه تكرم عينك شريف. وهي السجل. أبو راشد قهوة. تعالي. شو بدو هذا كمان؟ شو عم يسألوه؟ شو اسمه عني؟ اليوم ما بصير تبارك الخان بدك تطلع من الليلة. شاطر شاطر. بس هذا يفرقنا شوي لنعرف مزبوط. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. ابو راشد تفضل. مين هذا الزبون مسجل هون؟
باين اسمه عندك، باين بولاند افندي. تمام تمام، انت بيعرف هذا الزبون اسمه معتز؟ لا ما بعرفه، نزل عنا هون قبل حوالي ساعتين. اثنين ساعات اجت؟ يعني تقريبا. تمام تمام، نحن لازم نشوف هذا الزبون فورا. ايه خير، في شيء بولاند افندي؟ لا لا، بس في اخباريات واوامر بالقبض على واحد قاتل اخوه هربان. شو عم تقول؟ قاتل اخوه؟ تمام تمام، مثل ما عم بقول لك ابو راشد، هذا البلد قاتل اخوه هربان عم بدور عليه، منشان هيك نحن لازم بسأل هذا الزبون. ايه تكرم عينه. يا صبحي صبحي، مر عليه. اسمع لك، عارف هذا معتز نزل عندنا قبل ساعتين؟ بيناتنا عليك وفوق. ايه نروح نقول له نحضر فورا. ايه على عيني وراسي، بأمرك. بسرعة بالله صبحي بسرعة. أمرك أمرك بقول لك يا فندي. طيب وهذا الزلمة اللي قاتل أخوه شبه أبو راشد؟ اسمه معتز مثل مكتوب عندنا بالدفتر؟ لا 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 لا، ما اسمه معتز. طيب ليش بدك تحقق مع زبون إذا ما كان هو الشخص اللي عم تدور عليه؟ أبو راشد، نحن بشك بكل واحد لحتى يعرف حقيقة، لازم تحقيقات مع هذا الزبون هكي بيعرف قاتل. بجوز بجوز يا بولاند افندي. طيب يا بي انا رايح البيت. تيسر يا بي، وشوف اذا بدهم شيء بالبيت خذوا معك. يا امراه اني بطريقك معلم ناشي. هاتوا معروض معك صالح، هاتوا يا ناصر. هلا خلصنا رئيس الكركون بده اياك تحت. يعني شو بده مني؟ شو بيعرفني؟ يمكن كم سؤال. يعني عن شو بده يسألني؟ شو بنا معتز؟ صرت سألني هذا السؤال 20 مرة وقلت لك ما بعرف، بدك تنزل معي ولا قال له يطالع على ناصره ويشحطه بشحط؟ لا لا، انزل معك أحسن، انزل معك. يلا بسرعة أحسن ما سمعنا شي كلمة منه، شرف. شرف. شرفوا سيدي هذا الزبون. أنت شو اسمك فلان؟ سيدي مكتوب عندك. فلان؟ نحن بيسأل أنت بس بيجاوي. عمرك سيدي، أنا بالأصل اسمي معتز ابن أبي أحمد وأمي فاطمة. تمام تمام، أنت شو بيشتغل فلان؟ طاحونة سيدي. أنت فين ساكن فلان؟ بحارة الجورة. سيدنا خير في شي؟ يعني ولا بدكن لسه شي مني؟ روح أنا؟ انت هلق بروح على اوضة وما بيطلع من الخان الا باذن من حاضرتنا. ليش سيدنا؟ من غير ليش فيلم؟ من غير ليش؟ انت بس تنفيذ اوامر. على عيني على عيني، يلا بالاذن. اسمعنا الا بتضلك قاعد بالاوضة تنفيذا لاوامر السيد بولاند افندي، واذا بدك شيء من برات الخان بتقول له صبحي بيجيب لك اياه، مفهومة؟ امرك امرك معلم، على اذنكم. تفضلت ابو راشد، نحن صار لازم نمشي على الكراكون. ايه بالسلامة. الله يسلمك، وشو بيصير بالمعروض خبرنا. شكرا لك، شكرا لك بولاند افندي. بس يكمل العدد. ايه خلاص ولا يهمك، براسي بودي لك اياه على الكراكون. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام، الله معك، مع السلامة. كتب معروض كمان. ايه
وأعطاني إياه وقعه من كل أهل الحارة. بتحب توقع عمي؟ لا عمي ما راح أوقع، لأنه ما بيستاهل. بعدين أنا أساساً بدي المختار ينقلع برا الحارة. يعني بدك توقع على العريضة تبع أبو راشد؟ لا عمي لا، ولا راح أوقع، لأنه الثاني ما بيستاهل. شو يعني عمي؟ الاثنين ما بيستاهلوا المخترة. كم مرة بدي اعيد وفتي بالحكي؟ والله بتحكي بدوزان يا عمي ابو كاري، الاثنين ما بيستاهلوا. ها وليش داير لك انت على العالم مشان يوقعوا على المعروف؟ ليش؟ لا ترد لانه ما عندك جواب. رح اقول لك انا شو جوابي. خلي الروس تتنطع، رح نشوف مين بيكسر راس الثاني. ساعة اللي ما كسر راسه انا بكسر له اياه. لك يا عيني عليك، يا عيني عليك يا عمي ابو كاري، لك يا عيني علي بالقطع الطاير. سلال سلال ابو دياب كل عمرك سلال. الله يسامحك عمي، الله يسامحك اذا كنت غلطان بحقك. ابو دياب شو عم تساوي؟ عم بصمن على المعروضة يا ابو كاري. ادب معروضك والله معك. قول له لابو ادهم لا ابو كريم لا زباينه رضوا يوقعوا على المعروض. يلا الله معك. تيسر تيسر. مثل ما بدك. السلام عليكم. الله معك. حلو. شو العالم هي؟ شو العالم هي؟ سلام عليكم. وعليكم السلام. الله يجيرك. شو في بالارض عندك يا ابو يا اخي؟ على مهلك على مهلك، دائما مستعجل. عسكر ياسين مور سيدي، اطلع لفوق على اوضه معتز جيبه فورا. امرك سيدي. عفوا بولاند افندي، خير؟ شو القصه كمان؟ ابو راشد، نحن مطلوب لدينا اثنان، الخسيس الواطي اللي قليل حياة أدب سيس مجرمات. والتاني مين؟ معتز أبو راشد، لأنه بيعرف المجرم قاتل أخوه، لأنه الاثنين من فرد حارة. أيوة يعني هو بيعرفه. أنا بس بدي أعرف يعني لأنت حضروا بتسألوني ساخديني جايبين أنا شو مساوي يا سيدنا؟ بلا لعي واقف بأدب قدام جناب اليوز ماشي. ولين؟ أنت بيعرف واحد اسمه شاهر؟ شاهر؟ مين شاهر سيدي؟ شاهر واحد مجرم قاتل أخوه. أنا سيدي؟ فلاند، أنت متستر على مجرم قاتل أخوه، أنت بيعرف وين مكانه، أنت مشترك معه بالجريمات. أعوذ بالله يا سيدنا، طول بالك، أنا شو دخلني يعني شاهر قتل أخوه، أنا شو إلي علاقة؟ أنت بيعرف وين مكانه؟ هلا الحقيقة سيدي أنا بالأول كنت مخبيه عندي بالطاحونة، بس شو قلت لحالي بخبيه بعدين بخبر الكركون، قمت ما لحقت هرب قبل ما أخبركم. تمام تمام، وأنت شو بيعرف عن هذا مجرم قاتل أخوه؟ كل خير سيدي. كل خير؟ سيدي يعني كلمة وبتنقال، مو قصدي، بس أنا يعني بعرف إنه هو كان شاب آدمي وما له مشاكل بالحارة منه. طيب إذا كان آدمي وما عنده مشاكل ليه قتل أخوه؟ هذا معلم لأنه أخوه كان ظالمه كتير. شلون يعني ظالمه فلان؟ سيدي هذا الله يرحم واتك ويرحم أبوهم وفى وترك لهم ورثة كبيرة لشاهر وأخوه الكبير وعندهم أربع بنات. قام الأخ الكبير شو عمل؟ استولى على كل الورثة وما عطى ولا واحد حصته هيك. وليش بيعمل هيك أخوه ما قاتل أخوه؟ شو بدي لك يا سيدي؟ هذا كله تحت راس مرته. وشو دخل مرته بالقصة؟ هذا مرته معلم ضلت توز براسه وتوز براسه على مين؟ على اخواته البنات، مع انه اخواته البنات عم يشتغلوا خدمات عندها بالبيت، بس هي هيك طبعا ضلت ورا جوزها، ضلت ورا جوزها لحتى اكل حق اخواته كله. وانت شو بيعرف بهذا الكلام؟ انا رفيقه لشاهر، شاهر كان رفيق كثير كان يحكي لي كل شيء يصير معه. تمام تمام، كمل وبعدين؟ وبعدين سيدي صار شاهر يطالب اخوه الكبير يعني بحقه وحق اخواته بالورثه، وهداك يتهرب، هذا يطالبه وهداك يملص ويتهرب.
يعني كان يعطيه شوي، يعني يعطيه يا دوب لقمته ولقمة اخواته، يعني مصروف قليل كثير. حتى سيدي كانوا عايشين بنفس البيت، بس لقمة شاهر واخواته غير لقمة اخوه الكبير ومرته. يا لطيف، شو هالحكي؟ مثل ما عم اقلها، هي كانت توز براسه لزوجها. وانت شو بيعرفك فلان؟ سيدي قلت لك انا شاهر كان رفيقي ويحكي لي. تمام تمام، وبعدين؟ بعدين يا سيدي اجى شاهر هيك وواجهه لاخوه الكبير. قام تناقروا، كلمة من هاد كلمتين من هاد كبرت بيناتهم وصلت للشيطان الرجيم واشتغل لك الضرب. هلا اخوه لشاهر هو اللي بلش. ضربه ضرب لشاهر اذاه كان راح يموته. قام شاهر هو عم يدافع عن حاله هيك بدون ما يحس عم يعمل هيك. الشبرية قام لكشوا لاخوه قتله، بس ما كان قصده، هو كان عم يدافع عن حاله، يعني هو بالغلط بالغلط قتله. وانت كنت معه خناقة؟ لا سيدي، شلون بدي يكون موجود؟ لكن شو عرفك انه من غير قصد؟ شاهر قال لي. هو قال لك؟ نعم. طيب هذا مجرم خطير قتل اخوه، وين متخبي؟ والله يا سيدي الله اعلم، انا لو بعرف كنت دغري قلت لك. شوف الان، انت لازم يتذكر، فهمان؟ لازم بتذكر وين متخبي هذا مجرم قاتل اخوه، لازم حاضرتنا يلقي القبض عليه. ايه على نافوخي سيدي، هلا بعصر مخي وبس اتذكر بخبر ابو راشد. خال ابو راشد هو بخليه يخبرك. تمام تمام، ماشي. ما تواخذنا ابو راشد، وجعنا لك راس. لا اهلا وسهلا فيكم، نحن بامر الحكومه. تمام تمام. سلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. بعيد بعيد. امرك. دير بالك. أوه. معلم ابو راشد انا فيني روح؟ الله معك على غرفتك. السلام عليكم. مع السلامة. عايش كثير بتشوف كثير. هلا برأيك ابو راشد رح يقدر يشلحوا المخطرة لابو ادهم؟ لما ابو ادهم رح يقلعوا لابو راشد من الخان ويقلعوا من الحاره. وانت مين بدك يضل بالحاره؟ ابو راشد ولا ابو ادهم؟ صراحه انا ابو راشد متضايق منه كثير ومتجاكر منه. اوف، وليش بقى؟ بعد ما خلاك تفتح قهوه عند ابو الخان وخلاك تسترزي؟ ايه، ولعني من الخان ابو كريم. يعني اسف الخناقه الكبيره اللي صارت واللي تاذى فيها ابنه، الزلمه طلع حجره ما عاد يعرف شو بده يساوي. يعني انت من صف ابو راشد؟ لا انا مالتي. معناتها من صف المختار. اعوذ بالله، انت اكثر واحد بيعرف انه المختار كان بده اياني الي عرات الحاره. يعني قلبك ما راق من ناحيته؟ ولا رح يروق. لكان ابنه طلع بدي هون بالحمام قدام خلق الله ويجيب معدلي بالعاطيك. لا يا ابو كارم، ما حدا بيطلع له يجيب معدلك ومعدل المستوره بنتك بالعاطيك. الكل بيعرف تربيتك وسمعتكم بالحاره مسك، ورح تضلها مسك باذن الله. تسلم يا ابو فوزي، انت ما في منك والله. انا بدي اسالك سؤال وبتمنى تجاوبني عليه بصراحه اذا ما في احراج. سؤال ابو فوزي، انت صاحبي ما مخبي عندك شيء. الله محييك يا ابو كاري. هلا انت بدك ترجع للمحروسه بنتك اذا ادهم بده يرجعها؟ اعوذ بالله شو رجعها؟ نجوب السماء قرب له، ما فشرت عينه؟ اخي من الاخر، أنا بيشرفني أطلب إيد المحروسة بنتك لأبني فوزي. بقى شو قلت يا أبو كارين؟ شو؟ شو عطولك فوزي؟ شو أبو كارين؟ شو؟ شو يعني نحن ما منتناسب ولا طلبي مرفوض؟ أعوذ بالله، نسبك بيشرف كل واحد بالحارة فوزي. حليم الله، فوزي كثير غالي على قلبي. والمعنى؟ أخي، البنت بالعدة هلا. متى ما خلصت عدتها، ساعتها لكل لي حادث حديث. يعني انت موافق؟ بنقول الله يقدم اللي فيه الخير. ايه، الله يقدم اللي فيه الخير. غازي ورا لي هاتوا كازين شاي لعمك ابو فوزي، الله يرضى عليه خليه يبريه. براسي. مصاري؟ لا لا لا،
هاي لك هاي ليش بتردي تحكي شو في؟ معلمي شو مشابهته لأبو خالد؟ شبه البنت بيعمل عم تجيب سيرتها؟ طول بالك معلمي أنا ما قصدي شيء يعني قصدي مشان موضوع جوازي منه ما صار شيء حكينا مع المخلوقة وقال هلا ما عم تفكر تتجوز بس ما بصير هيك يا معلمي ليش دخلك أنت؟ شو ولي أمرها؟ لا معلمي لا بس مشان سمعتك وسمعت المخلوقة ليش شو شايف علي لك صبحي؟ احكي احكي لشوف مو أنا يا معلمي مو أنا بس يعني الناس عم تلتوا بتعجن شو عم يحكوا؟ قل لي شو عم يحكوا؟ أنا لما كنت في الحمام سمعت طرف ليش حكي من الزباين إنه شو عم تساوي وحدة غريبة عندكم بالبيت صبحي هاي البنت أمني أبوها قبل ما يموت عليها وأنت بتعرف الشيء بس الناس ما بتعرف يا معلمي ما بتعرف ها؟ وري جايتوا سلام عليكم وعليكم السلام أهلين بولندا فندي خير كل خير أبو راشد كل خير أهلا وسهلا أبو راشد أنت شو رأيك بكلام صديق مجرم قتل أخوه؟ شو قصدك بولندا فندي؟ يعني هذا الكلام اللي قاله معتز أنت دخل رأسك أبو راشد؟ والله أنت أدرى بس ليش ملك مسدوه؟ حضرتنا بشك بكلام صديق مجرم لأنه بيعرف معلومات كتير كتير عن مجرم قتل أخوه بس بولاند أفندي يعني الزلمة قالكم كل شي بيعرفه ياق ياق أبو راشد هذا ولد بيعرف وين متخبي مجرم قتل أخوه هيك رأيك بولاند أفندي؟ أفت أفت نحن لازم بخليه يعترف وين مكان مجرم هاد قتل أخوه لأنه هذا مجرم خطير خطير كتير أبو راشد الله ويدكم سيدنا كل واحد بيتستر على المجرم لازم يأكل فلقة يا أبو راشد لأنه بيكون شريك معه عسكر ياسين جهز فلقات هون أمرك سيدي هون بالخان؟ ايه هون بالخان أبو راشد لازم يأكل فلقة عفواً بولاند أفندي مين بده يأكل فلقة هون بالخان؟ صديق مجرم قتل أخوه أبو راشد أهلا وسهلا الخان على حسابكم عسكر ياسين روح جيب هذا صديق مجرم قتل أخوه فوراً أمرك سيدي حالي بسرعة صبحي نعم انت بيعرف هذا صديق مجرم قاتل اخوه اعوذ بالله ولا بعمري شايفه سيدي صبحي نعم سيدي نعم قهوه ايه على عيني وراسي فوق برشه تشرب قهوه انا لا مرمر تمي من الشاي والقهوه صحه وهنا اهلا وسهلا بس لوين سيدنا يعني عاوزينك شوي انا كل شيء بعرفه قلته ترى ما عندي شيء ثاني إيه لا يمكن تكون نسيان شيء وما قلت لنا اياه مشان هيك حابين ننشط لك ذاكرتك شلون يعني؟ شلون يعني؟ هلا تحت التعريف هذا يا سيدنا انا والله وكيلك ما بعرف حرك بلا لعيب وهي احلى سكانة قهوة لأبو هولندا فندي شريت تشكرك صبحي تشكرك تشكرك بتحب اسوي لك كرقيلة؟ لا 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 ما في لزوم بسعر بالليل انت بلد مزوق صبحي لك الله يديمك ويديم الحكومه حرف ويفون لك يا سيدنا انا الله وكيلك كل شيء بعرفه قلته ليش لسه جايبيني اخذيني ما عندي شيء اقوله نحن بدنا ناخذ افادات انت نسيانه فلان نس يا سيدي انا ما شو انا افادات نسيان كل شيء افادات مو نسيان قلته افات افات فلان افات انت هلق فلق بيتذكر هذا مجرم قاتل اخوه وين متخبي واحد ادبسيس قليل الحياه مجرم يا فلق يستر عرضك يا معلم فلق يستر عرضك قل له انا والله كل شيء بعرفه قلته ما بعرف غير اللي قلته لك حضرتك عم تقول بتعرف شو عم يصير بقلبي صاحبك معقول ما تعرف وينه خلاص الله يرضى عليك قل له لرئيس الكراكون وينه ريحنا من القصه يا اخي فلان كلام أبو راشد مظبوط مية مية أنت بيعرف شغلات ببيت قاتل أخوه ما حدا بيعرف غير صاحب بيت ما بيعرف وين متخبي هو هلق فلان سبقي والله اللي بيعرف اللي بيعرفه كله أنا قلته اللي بعرفه أنا عسكر ياسين مور سيدي شوف شغلك فوراً وقعت وما حدا سمع علي أنا ما حدا بيمرق من تحت إيدي إلا ما يقر ويعترف على شيء عمله وما عمله وعم يفكر يعمله سيدي اليوم أجى عندي أبو فوزي صاحب الأول طلب خردية لأبو فوزي
فوزي ابن ابو فوزي صاحب القهوه لخاليه. ومين شو بيشكي فوزي يا فتحيه؟ لا ما بيشكي من شيء. انت ادرى فوزي كان خاطب بنته لابو راشد وكان بده يتجوزها لولا المشاكل اللي صارت بيناتهم. ما لو الشاب كان عليه شيء ما كان رضي يعطيها. خلص ابن عمي اللي بتشوفه مناسب ساوي. بنتك مطلع يا فتحي وبتعرفي شو يعني مطلع. بنات البيوت ما عم تنطلق. بحمد ربك وشكريه انه اجى مين يستر عليها. هلا الحوافي واكتب الكتاب. بعد ما تخلص العده نعمل العرس باذن الله. بامرك يا غنى اللي بدك اياه بيصير. بقى فهميها لبنتك هذا الشيء الله يرضى عليك. حاضر على راسي. لي على قامتك يا خالتي. يا لهوتي انا ما صدقت يوم تخلصت من هذا. طلع لي فوزي بن صاحب القهوه. لي على حظي. يا رب دخيلك يا رب دخيلك. ليش هيك عم يصير معي؟ ليش مازا 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 فلان؟ انت شو عم يعمل معك كوشن قاتل اخو او فلان؟ سيدي سيدي هذا الكوشن انا شاهد دي انا اللي قتلته لاخر. اسمح بالقول يا والصالحين ما كان قصدي. رب العالمين بيشهد انه بالغلط. بسم الله انه بالغلط يا زلمه. قلت كان قصدي تجيبيني انا بدي كبير ولا